السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية وبرنامج يوميات العيادة. امبارح عملنا مقالة، كانت مقالة مهمة جدا وعملت صدى كبير قوي عن تأثير البنج الكلي أو التخدير العام أو التخدير الكامل على الأطفال، وطبعا دي عملت ضجة كبيرة بالنسبة للأطباء أو الدكاترة بتوع التخدير. فطبعا الناس كانت معترضة وكده، رغم ان احنا كنا حاطين 3 لينكات للمصادر بتاعتنا تحت في المقالة من تحت. يعني مبدئيا انا سايب اللينكات دي تحت في الوصف بتاع الفيديو ده، وكمان طبعا المقالة بتاعتنا الأساسية اللي احنا واخدين منها الموضوع، اللي بتتكلم عن تأثير البنج الكلي أو التخدير الكلي أو التخدير العام أو الكامل على المخ بتاع الأطفال. تمام؟ بداية طبعا زي ما انتوا عارفين، الطفل المخ بتاعه بينمو أول 2 سنين، دي مرحلة نمو المخ بتاع الطفل. على قد ما نقدر ما نحاولش ندي للأطفال أي أدوية، أو يعني على قد ما نقدر ما نعرضوش للبنج أو. أنا للأمانة أنا عندي قاعدة مهمة وهي إيه؟ All drugs are poisons. يعني إيه؟ يعني كل الأدوية عبارة عن سموم. تمام؟ بمعنى أنا النهاردة لو كل الأبحاث قالت إن الدواء ده مظبوط 100%، ممكن بعد 100 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة يطلع إن في آثار جانبية للأدوية دي وسببت مشكلة معينة. لذلك إحنا بنقول على قد ما نقدر ما نديش حاجة للأطفال إلا اللي هو محتاجها بس. تمام؟ يعني في أضيق الحدود، طفل تعبان نحاول بقدر الإمكان، طبعا الوقاية خير من العلاج، نحاول إن هو ما يتعبش. تمام؟ بس لو تعب نتعامل معاه بالراحة، والحاجات اللي هي الهوم ريميديز او الحاجات اللي موجوده في البيت، بحيث ان احنا الطفل يخف ان شاء الله. تمام؟ طيب نرجع لموضوعنا. موضوعنا هو تاثير التخدير العام او البنج الكلي على الاطفال. بالنسبه زي ما قلنا، المخ بتاع الطفل بينمو وينضج اول 2 سنين من العمر. الدراسة اتعملت في أمريكا في 20 أغسطس سنة 2012، وكانت اتعملت على حوالي 1050 طفل، منهم 350 تقريبا تعرضوا للبنج، وتابعوهم بعد كده وشافوا تأثير البنج ده أو التخدير الكامل على الأطفال بعد كده. لقوا إن الأطفال اللي تعرضوا للعمل عمليات جراحية وخضعوا طبعا للتخدير الكلي أو البنج الكلي، بعد كده أثر على النمو بتاع المخ بتاعهم، وأثر على القدرات بتاعة التعلم بتاعتهم والاستيعاب والذاكرة وكده. فالدراسة يعني ملخصها قالت إن إحنا يا جماعة الأطفال أقل من 2 سنين يفضل إن إحنا ما نعرضهمش للبنج أو التخدير الكلي قبل 2 سنين لغاية أما يكتمل نمو المخ. تمام؟ إحنا مش بنقول، عشان برضو الامور تكون واضحه والناس يعني دكاتره التخدير يعني بيزعلوا، يعني اللي احنا مش بنقول ولا بنشكك ان ممكن الاجهزه دي يعني او البنج بيأثر على الطفل او التخدير بيأثر على الطفل، لا، التخدير امن والادويه بقت حديثه والتقنيه في التخدير بقت كويسه وادفانسد جدا ومتقدمه، ولكن احنا بنقول العمليات الغير ضروريه لازم نأجلها. الطفل لو عنده عمليه مثلا، لو عنده فات ايربي ومهوش عامل مشكله، تمام، وطبعا الام لازم تكون عارفه ايه خطوره الفات الايربي. الفات الايربي ممكن يحصل منه اختناق، تمام، ولكن طول ما الطفل كويس مفيش فيه مشكله، الهرنيا او الفتاء ده بيروح ويجي عادي، خلاص انا مش محتاج اعمل له عمليه وهو عنده مثلا 2 شهر وعنده 4 شهور و6 شهور. انا محتاج اعمل العمليه في وقتها، على قد ما اقدر انا باجل العمليه لحين اكتمال نمو الطفل. لو الطفل بقى محتاجها خلاص مفيش مشكله، انا مفيش عندي خيار تاني. تمام؟ فالامور واضحه وكان الرد واضح ان احنا العمليات الغير مهمه والغير طارئه تؤجل للاطفال لغايه ما يكملوا سن 2 سنين
تمام لحين اكتمال المخ عشان بعد كده ما تأثرش على الذكاء والاستيعاب والقدرات بتاعة الدراسة بتاعة الطفل وكده. وطبعا الموضوع ده اللي هو learning disabilities او التأثير على المخ بتاع الطفل ده بتكرار العملية. يعني ممكن يعمل عملية مثلا فتاء في ناحية وبعد شوية بعد شهر ولا اتنين يطلع له فتاء في الناحية التانية، وبالتالي بيتعرض لمرة واثنين وثلاثة بعد كده للبنج او التخدير الكلي او الجنرال انستيزيا زي ما بيقول. طبعا في برضه سؤال بيقول ان طب هل الام الحامل بتتاثر او الجنين اثناء الحمل بتتاثر بالبنج؟ في دراسات يعني قالت، وطبعا كل الحاجات دي انا سايب لكم اللينكات بتاعتها في الوصف او الديسكريبشن بتاع الفيديو عشان كلنا نرجع ليها. في يعني دراسات قالت ان هو تعرض الام الحامل او الست الحامل للبنج الكلي في الثلاث شهور الاولانيين بيعملوا تشوهات، بس دي طبعا دي لسه تحت الدراسه، لسه المعلومات بتاعتها مش كافيه. ورابط الدراسه تحت في الاسفل الفيديو. طيب هل التخدير العام او البنج الكلي بيأثر على الرضاعه الطبيعيه؟ غالبا ما بيأثرش، لان معظم الادويه دي بتتكسر بسرعه وما بتوصلش على طول للطفل في اللبن. ده كان موضوع النهارده، ملخصه ان احنا لو في طفل محتاج عمليه جراحيه ايرجنت، عمليه طارئه، مفيش مشاكل، خلاص احنا قدام امر واقع. لكن لو الطفل ممكن يستنى شويه لغايه اما يبقى عنده سنتين، يبقى ناجل العمليه بعد سن سنتين عشان بعد كده ما يبقاش في اثار جانبيه او كومبليكيشنز او مشاكل لمستقبليه بعد كده احنا مش بنشوفها النهارده بعد العمليه. يعني المشكله دي يا جماعه انا ما بشوفهاش بعد العمليه ولا يوم العمليه، انا بشوفها بعد سنه واثنين وثلاثه وعشر سنين. انا ما بشوفهاش النهارده، انا بشوفها بعد فتره. فانا بقول العمليات اللي مش ضروريه ناجلها شويه لغايه ما الطفل يبقى اكبر والمخ بتاعه يكتمل في النضج بتاعه كده. وعلى قد ما تقدر، على قد ما نقدر، نصيحه، على قد ما نقدر نقلل خالص من الادويه للاطفال ونعتمد على التغذية السليمة والأكل الصحي، بعيد طبعا عن حاجات أي حاجة معلبة في كيس نبعد عنها عشان حتى الطفل يطلع كويس. وده كل الناس الترند بتاع بره كله بيلجأ للحاجات الطبيعية والطب البديل. ده كان موضوع النهاردة، حبيت قلت لازم أنا أعمل حلقة عن الموضوع. يا ريت انا عاوزكم تزوروا المقاله دي وتشوفوها، انا حاطط الرابط بتاعها تحت الفيديو عشان تشوفوه وتطلعوا عليه، وكمان تشوفوا كمان بالمره المصادر بتاع الموضوع وتقروا الدراسه اكتر من مره وتشوفوها. ده كان موضوع النهارده، تحياتي لكم، وان شاء الله كل يوم موضوع جديد على قد ما نقدر، يعني ان شاء الله يعني ربنا يسهل ونعمل كل يوم حلقه على قد ما نقدر. طبعا الموضوع ده، الفيديو ده انا عارف ان هو هيجيب ديسلايكس كتير قوي من الناس اللي هم بتوع التخدير. يلا مفيش مشاكل بقى، بس طبعا انا يعني للامانه انا بقول الحقيقه عشان بس اساهم ان احنا نحافظ على صحه اولادنا. طبعا لو عجبكم الفيديو ده يا ريت نعمل لايك، ما نعملش ديسلايك، نعمل لايك ونعمل شير للفيديو ده في كل السوشيال ميديا عشان يوصل لكل الناس في الوطن العربي كله. وكمان تزوروا موقعنا اللي هتلاقوا فيه المقاله اللي اثارت الجدل ده، وكمان صفحتنا على الفيسبوك طبعا فيها كل حاجه. تحياتي ليكم كلكم وسعيد بيكم، وان شاء الله ممكن بكره نجيب بعض الاسئله اللي انتوا طرحتوها على القناه بتاعتنا ونبدا نستعرضها ونجاوب عليها. منتظر منكم اسئله كويسه وحاجات تكون كويسه نحطها ان شاء الله نستعرضها قدامنا كده، ونشوف الناس الاسئله بتاعتها كويسه نستعرضها قدامنا ونجاوب عليها ان شاء الله. ده كان موضوع حلقه النهارده، ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده وموضوع جديد. انا معاكم الدكتور يوسف اوضه، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.